ناقش اجتماع حكومي مصغر كيفية إدارة سلسلة توريد وتأمين مادة القمح في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها، ولا سيما في أسواق المنتجات الغذائية وصعوبات النقل والتجارة العالمية. واستعرض الاجتماع مساحات القمح المزروعة والكميات المتوقع استجرارها ومقارنتها مع الكميات المطلوبة لتلبية الاحتياجات من مادة الخبز على مدار العام وكيفية سد فجوة النقص الحاصلة. وضعت المؤسسة العامة للمباقر مجمع مباقر مسكنة بحلب في الخدمة من خلال إدخال قطيع مؤلف من 51 رأسا من الأبقار من الفئات المختلفة، وذلك بعد إعادة تأهيله، حيث يتألف المجمع من 5 محطات تم تأهيل 3 منها، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة الخامسة 550 رأس أبقار حلوب تم البدء باستثمارها، والرابعة في المراحل الأخيرة من إعادة التأهيل. كشف موقع آي 24 نيوز الإسرائيلي أن اقتصاد الكيان في نهاية 2023 وصل لمفترق طرق حاسم، حيث يستوجب من بنكه التفكير العميق قبل اتخاذ أي قرار حول خفض أسعار الفائدة لتخفيف الوضع، في حين استمرت النقاشات في 2024 حول تأثير نفقات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، فبحسب البعض يسير الكيان على طريق الكارثة. دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقيته الاقتصادية مع الكيان الصهيوني إثر إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب تل أبيب إبادة جماعية في قطاع غزة. هذا ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريكا تجاريا للكيان، حيث يمثل 30% من تجارته السلعية. انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو لأسعار الغذاء العالمية في يناير كانون الثاني الماضي إلى أدنى مستوياته خلال 3 سنوات، مدفوعاً بانخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب وأسعار اللحوم.